جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض الأمهات لا تطيق امرأة ابنها، وأيضا بعض الزوجات لا تطيق أم زوجها، وحينئذ ينشأ كما نشأ بين هذه المرأة وبين أم زوجها. هل من كلمة للطرفين يحفظكم الله؟ لا شك أن النساء ضعيفات عقل وضعيفات دين، وفيهن غيرة زائدة، يحصل من ذلك ما يحصل من التباغض بينهن والعداوة والقطيعة وغير ذلك من السلبيات، ولكن المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تتغلب على هذه النزعة الشيطانية وهذه النزعة السيئة، فلا تتأثر بها، عليها أن تعالجها، ولا بد من وجود شيء من سوء التفاهم بين النساء، لا سيما بين الضرات أو بين الزوجة وأم زوجها أو بين أخوات زوجها أو غير ذلك، فلا بد من الصبر والتحمل، ولا بد من الصفح والعفو، ولا بد من المصالحة وسد الأبواب الشيطانية والنزعات النفسية، فإن هذه الأمور تعالج بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإحسان إلى المسيء والصفح عنه ومقابلة السيئة بالحسنة، وأيضا التعوذ بالله من الشيطان، لأن منشأ هذه الأمور من الشيطان، والشيطان يتدخل ويوقع العداوة بين الناس ولا سيما بين الأقارب وبين أفراد الأسرة، فعلى من وجد شيئا من ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان، فإنه من استعاذ بالله أعاذه الله وكفاه شر هذا العدو. فالأمور لها علاج، ولكن هذا لا بد فيه من أمرين: أولا معرفة العلاج النافع، وثانيا استعماله على الوجه الصحيح. نعم.